أشادت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا ببحث الدكتورة وفاء ذكري الأستاذ المساعد بكلية العلوم بجامعة جازان، وقدمت في بحثها معدل وسعة ومدة للانفجارات من الفئة صفر من النجوم الأولية في سحابة الجبار الجزئية. فخورين بهذا الإنجاز وبهذا التميز، ويسعدنا أن تنضم لنا عبر الهاتف الأستاذة الدكتورة وفاء ذكري. أهلا وسهلا فيك دكتورة وفاء. هلا فيك، حياك الله، مساء الخير. وأولا شكرا على المقدمة الطيبة، وشكرا على الاستضافة، حقيقة سعيدة بوجودي معكم الليلة. شكرا شكرا. طبعا قبل لا نبدأ نهنيك ونقول لك مبروك، ألف مبروك على هذا الإنجاز وهذا التميز. بصراحة أنا وأنا قاعدة أقرأ المقدمة يعني أحس في مفردات أنا ما فهمتها، فكلميني شوي. البحث يمكن بشكل مبسط أنا دائما أشبهه بالطفل الوليد. يعني إحنا عندنا الآن الطفل لازم يتغذى عشان ينمو ويكبر لين يصير شاب. صحيح. نفس الشيء النجم لازم عشان يظهر في السماء ويكتمل ويقطع لازم يتغذى لين يكبر. ففي عمره الصغير هو يعتبر نيو بورن، قبل ما يظهر، قبل ما يطلع أصلا محجوب، ما نقدر نشوفه، حتى أصلا مرصود بأشعة تحت حمراء، أشعة أيوة حمراء، خلاص. فالنجم هذا عشان يكبر يأكل من السحاب اللي جواه اللي حاضنته، خلاص، يأكل من الغبار الكوني اللي حوالينه ومن الغازات. وخلال هذه المرحلة هو يصير فجأة انفجار لمعاني. ليش؟ لأنه زي اللي أكل كثير لين كبر حجمه تقريبا 50% بس خلال هذه المرحلة، والخمسين الثانية يعني تأخذ مئات السنين. يعني تخيل خلال 50% تصير خلال 10 سنوات، والخمسين الثانية خلال مئات السنين. يعني النجم يأخذ قرب الـ من 1000 سنة لعشر ملايين أتوقع أو شيء زي كده لين يصير نجم. تخيلي هذه الظاهرة كيف أهميتها عشان يكبر نجم، فتعتبر أساسية في نموه. واضح. دكتورة وفاء، طب خليني كمان نحكي عن فكرة البحث هذا، إيش اللي خلاها تجي على بالك في بداية الموضوع، كيف جت؟ والشيء الثاني أو السؤال الثاني، المقومات اللي لفتت وكالة ناسا في بحثك بالتحديد واللي خلتهم يعطونك هذه الشهادة؟ طيب، الفكرة ولدت من سؤال جدا بسيط. أنا في بداية دراستي للدكتوراه لازم يكون في اختبار دكتوراه تأهيلي حتى بعدها نتخصص، تمام؟ نعم. ففي بدايتها كنت في جامعة توليدو في الولايات المتحدة الأمريكية. وقت المقابلة أو الاختبار الأورال سألني البروفيسور اللي هو بروفيسوري مشرف في البحث، سألني سؤال بسيط: لماذا تظهر النجوم بألوان وسطوع مختلف في السماء؟ هذا السؤال بحد ذاته حرك فيني فضول ناحية النجوم، اختلاف ألوانها، أعمارها، سطوعها. بعدها قررت أني أكمل دراستي في نفس المجال مع نفس البروفيسور المهتم بدراسة النجوم. طيب، خلال البحث وش الحقيقة اللي أنت كنتي أو أنك حابة تثبتينها؟ الحقيقة اللي حابة أدرسها ونثبتها إنه البحث أصلاً أراد إثبات حقيقة إنه كيف يتكون النجم. نفس ما قلت لك الطريقة قبل شوي، كيف يتكون، إيش اللي يخلي كتلة النجم فجأة تكبر بهذا الشكل في فترة معينة، اللي هي هذه الظاهرة اللي تسمى الأوتبرت اللي هو الانفجار اللامعاني. فهذه الظاهرة يعتقد يعني إنه النجوم البيبي أو النيو بورن خلاص أكثر من غيرها تصير فيها هذه الظاهرة. نعم. يعني ما تصير في مرحلة إنه النجم صار أكبر، لا، خلال البدايات في عمره يظهر هذا اللمعان. لأن عملنا الدراسة على نجوم من هذا العمر، نجوم أكبر، لاحظنا إنه 2 من نفس النيوبول هم اللي صارت فيهم. الله عليك. خلاص. نعم. واعتقد إنه هذه الظاهرة مرتبطة بلحظة غذاء النجم الرضيع على الغازات اللي حوالينه. نعم. وصار فيه الدراسة أثبتت لنا في هذه السحابة بالذات درسنا تقريبا 92 نجم من عمر النيوبول، لقينا إنه
ثلاثة في هذا الموقع هي اللي مكتشفة حتى الآن. أول واحد من إيميلي سافرون 2015، والاثنين اللي لقيتها بنفس الفئة العمرية ونفس الميكانيزم أو الآلية، عشان نشوف إذا أكثر من نجم في هذا العمر أعطانا نفس النتائج، معناته إنه فعلاً النجم في هذه المرحلة بس هو اللي يصير له الانفجار اللمعاني حتى يكبر ويتغذى في هذه المرحلة. مبدعة دكتورة وفاء، وإحنا جدا فخورين فيك يعني الأمانة. أنا مستمتعة بالحديث معك ومستمتعة بكل المعلومات. أنا شخصيا قاعدة أتعلم منك أنه النجم ممكن يولد ويكون بيبي بورن أو نيو بورن زي ما وصفتي. أيوة. وبعدها يكبر ويصير بشكل معين. لكن السؤال اللي يطرح نفسه الصراحة دكتورة، يعني إحنا نعرف أنه الآن الأبحاث العلمية والعلماء والفيزيائيين والكيميائيين وما شابه كل أبحاثهم وين تجرى؟ في المعامل، في المعامل والتجارب واللي يسمونه الاناليسز وهذه الامور كلها. لكن انتم كمختصين في هذا المجال، مختصين في الفضاء، كيف انتم تجرون هذه التجارب؟ الطريقه، المواقع، الاوقات، الوقت اللي ياخذه منكم، يا ريت تشرحين لنا البروسيس دكتوره اكثر، او خلينا نقول مراحل هذا البحث. تمام، ممتاز. أنا تخصصي أصلاً الأستروفيزيكس، الفيزياء الفلكية. تمام؟ لأنه هي بروسيس طويلة تمر حتى إننا نوصل لهذه المرحلة. الأرصاد، التلسكوب، هذه مسؤول عنها فريق آخر. فريق الأرصاد أصلاً، التلسكوب أصلاً ما هو موجود في الأرض، التلسكوب فضائي خارج الأرض مطلق من 2004. فالداتا اللي توصلنا في يعني هو فريق كبير، الداتا اصلا في فريق مسؤول عن تنظيف الصور، تنقيحها، بعض الصور ماخوذه من زاويه ما نقدر نشوف منها النجم، بعض الصور فيها ايرور، بعض الصور. فاحنا تجينا داتا، انا مهمتي انا وفريق العمل او انا وتحديد انا ومشرفي ناخذ هذه الداتا من ارصاد التلسكوب سبيتزر. احنا ايش نعمل فيها؟ نعمل لها بروجرامينج. عندنا صور لو ريزوليوشن، عندنا صور هاي ريزوليوشن، كيف نعمل بينها مقارنه حتى نشوف السطوع؟ اذا الصور ما تقدرين ترفعين الريزوليوشن لها، انا اذا ابغى اعمل مقارنه اضطر اني اسوي تسمى كونفوليوشن، اللي هو اني اقلل الريزوليوشن لنفس الصوره حتى يصيرون الاثنين بنفس المستوى حتى اقدر اعمل مقارنه، لانه لو صوره واضحه صوره لا بيصير لي نجمين داخلين في بعضها. أنا أضطر أعمل أشوف شدة اللمعان للنجمين اللي داخلين في بعضها. نعم. فهذه يعني مرحلة بعدها يعني أعمل كوماند بروجرامينج. نعم. يعني نقدر نقول دكتورة وفاء أنه البحث هذا أو المجال هذا ما يأخذ شخص واحد فقط زي ما تفضلتي قبل أبداً. شوي يأخذ تيم كامل وأقسام. نعم. وتخصصات مختلفة عشان نطلع بهذه النتائج. دكتورة وفاء زكري، إحنا نتمنى لك كل التوفيق، وإن شاء الله نشوفك في أحسن المناصب واللي أنت تطمحين لها. شكرا لك وشكرا لتواجدك اليوم معنا. مشاهدينا، فاصل.